بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات جريد 5 مع فيديو جديد من فيديوهات مادة الـ ICT. والنهاردة إن شاء الله معادنا مع أكتوبر ريفيجن، ودي مجموعة من الأسئلة حضرتها لكم بتكفر كل النقط اللي موجودة في الدروس من ليسون 1 لليسون 4. فإن شاء الله بالأسئلة دي وبالمراجعة دي تكونوا مستعدين للامتحان كويس وتجيبوا الفول مارك بإذن الله. قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا، عايز أفكركم وعايز أأكد عليكم إن مادة الـ ICT دي مادة مهمة بتضاف للمجموع زيها زي الماث وزي الساينس وزي العربي وزي الإنجليش، ولكن فيها ميزة مهمة جدا مش موجودة في باقي المواد دي، إن الكونتنت بتاعها أو المحتوى بتاعها سهل وبسيط ومش كبير زي الإيه زي المواد التانية. فحرام إن احنا نضيع ولو حتى نص درجة في الامتحان مادة الـ ICT. فعايزكم تركزوا معايا وعايزكم تتابعوا الريفيجن دي كويس. كل أسبوع بنزل 2 فيديو بيشرحوا درسين اللي موجودين عندنا في الأسبوع ده. لو تابعت معايا كل أسبوع نص ساعة بتتفرج على الفيديوهين الاتنين دول وتحل الأسئلة معايا، هتلاقي قبل الامتحان مش محتاج مجهود خالص عشان تقدر تتابع المادة وبإذن الله تجيب فيها الفول مارك. يلا بينا نبدأ المراجعة بتاعتنا النهاردة. يلا بينا. امتحان أكتوبر هيجيلنا عبارة عن 15 سؤال كلهم اختياري تشوز، فعشان كده أنا عملت لكم الريفيجن بتاعتكم على شكل تشوز مجموعة من الأسئلة الاختياري على كل درس. خلونا نبدأ بقى مع أول درس عندنا ليسون 1. نمبر 1، فريد هيبرت is an نقط and explorer in National Geographic. فريد هيبرت ده كان شغال ايه بقى في National Geographic؟ طبعا archaeologist، عالم اثار واكسبلورر. نخلي بالنا من المعلومة دي، ان دايما لان ممكن يجيب لك واحدة وعايز منك التانية. فريد هيبرت ده شغال archaeologist واكسبلورر. archaeologist يعني عالم اثار، واكسبلورر يعني مستكشف. طالما عالم اثار يبقى راجل ايه بيستكشف المواقع الأثرية وكده. طيب نمبر 2، هيبرت doesn't use any ICT tools in his day-to-day life. يعني هيبرت ده ما كانش بيستخدم أي ICT tools، ما كانش بيستخدم أي أدوات تكنولوجية خالص في حياته اليومية. العبارة دي true or false؟ طبعا العبارة false، لأن احنا هنشوف كمان شوية إن هيبرت كان بيستخدم مجموعة من الاي سي تي تولز زي الام اس وورد وزي الاكسل وزي الباوربوينت وزي حاجات كتيرة جدا من الايه من الاي سي تي تولز. طيب نمبر 3، نقط is a program used to write report. خلي بالنا بقى من حاجة زي كده. لو قال لك البرنامج اللي هو عشان ترايت، كلمة رايت دي كيورد، لو قال لك ان انت عشان ترايت اي حاجة بقى عشان تكتب اي حاجة، يبقى على طول ده برنامج ام اس وورد او مايكروسوفت وورد او وورد، بس اللي هو برنامج الايه اللي هو برنامج الوورد اللي احنا اي حد بيشتغل على الكمبيوتر عارف البرنامج ده كويس. نمبر 4، بروجرام از يوزد تو كرييت جرافس. طالما قال لك كلمة جرافس، البرنامج بقى اللي هو بيعمل جرافس او رسومات او حتى ممكن يجي يقول لك تيبلز اللي هي جداول، يبقى ده على طول برنامج اكسل. خلاص. نمبر 5، نقط is a program used to prepare presentation. برضو عندنا هنا البرنامج اللي احنا بنستخدمه عشان نعد او نجهز برزنتيشن، ده طبعا برنامج الباوربوينت. خلاص. فكلمة presentation لما تشوفها ده على طول يبقى هو ايه عن طريق برنامج الباوربوينت. نمبر 6، وورد از ا بروجرام فور سبريد شيت. ترو اور فولس؟ لا طبعا فولس، لان برنامج اللي هو السبريد شيت ده اللي هو برنامج الايه برنامج اكسل. برنامج اكسل، تمام كده. طيب نمبر 7، برينتد ليتر اند ايميلز ار يوزد تو كوميونيكيت ان ا او ان نوت واي. يعني ايه الكلام ده؟ البرنتد ليترز والايميلز يعني الخطابات اللي هي المطبوعه على ورق او الايميلز اللي هي البريد الالكتروني، دولت يوز تو كوميونيكيت ان نوت واي. لو انتوا فاكرين في الدرس بتاعنا بقى ان هو كان فريد هيبرت عشان يكوميونيكيت او يتواصل مع الناس بصوره
فورمال او بصورة رسمية كان بيستخدم حاجتين اتنين، اللي هما الايه، البرينتد ليترز، الخطابات الورقية المطبوعة اللي بتتسلم باليد، او ايه بيستخدم الايميلز اللي هي البريد الالكتروني. يبقى الاجابة هنا هتبقى فورمال واي، يعني بطريقة رسمية. الخطابات الورقية والايميلز اللي هي البريد الالكتروني دول بنستخدمهم عشان نتواصل مع الناس بصورة فورمال، يعني بصورة رسمية. نمبر 8، نقط is a training someone on a subject you have a lot of experience in. يعني ايه من الحاجات دي كلها معناها ان انت بترينينج someone او بتدرب شخص ما على موضوع انت عندك experience او عندك خبرة فيه؟ طبعا ده اللي هو تعريف المنتورينج. فمنتورينج ديت يعني تدريب وتوجيه الايه، توجيه الناس في موضوع انا خبير فيه. نمبر 9، نقط should be easy to present the information clearly. يعني ايه من الحاجات ديت يجب ان هي تكون سهل ان هي تعرض المعلومة بصورة واضحة. طبعا السلايدز، احنا فاكرين في الدرس لو رجعتوا للدرس بتاعنا هتلاقي بيقول لك ان خلي بالك لما بتيجي تعمل البرزنتيشن بتاعت الباوربوينت تتكون من مجموعة من السلايدز، فبيقول لك المعلومات اللي موجودة في السلايدز بتاعت الباوربوينت دي لازم تكون المعلومة فيها كلير او واضحة وتكون سهلة ان هي ايه تتعرض وتتفهم. نمبر 10، هيبرت بريفيرز نوت تو كوميونيكيت ويز اذر. يعني فريدريك هيبرت ده كان بيفضل ايه عشان يتواصل ايه مع الناس؟ طبعا كان بيفضل الفيس تو فيس ميتنج او اللي هي الايه المقابلات المباشرة، يحب يتواصل مع الناس بصورة مباشرة، ده اللي هو بيفضل. نمبر 11، هيبرت هولدز نوت يوزنج بلاتفورم لايك زوم اند واتساب. هيبرت بقى كان بيعمل ايه عن طريق المنصات زي الزوم وزي الواتساب؟ طبعا كان بيعمل ايه فيرتشوال ميتنج او اللي هي الاجتماعات اونلاين، ده في حالة ان هو ما قدرش ان هو هيقابل الناس فيس تو فيس او وجها لوجه. زي ما قلنا الطريقة اللي كان بيفضلها هيبرت ان هو يقابل الناس فيس تو فيس او وجها لوجه عشان يشرح لهم وعشان يوضح لهم الاستكشافات والايه والديسكفرز بتاعته. ولكن لو ده صعب ان هم يتجمعوا كلهم مع بعض في مكان واحد، فكان بيلجأ ان هو يعمل فيرتشوال ميتنج او اجتماعات اونلاين عشان يقدر ان هو ايه يعرض افكاره ويعرض استكشافاته. الفيرتشوال ميتنج دي كانت بتتم عن طريق ايه بقى؟ كانت بتتم عن طريق منصات او بلاتفورم زي الزوم وزي الايه وزي الواتساب. تمام كده؟ طيب نمبر 12، هيبرت هولد فيرتشوال ميتنج يوزنج. يعني هيبرت ده كان بيعمل الاجتماعات بقى الافتراضية اللي هي اونلاين ديت عن طريق ايه؟ طبعا قلنا من شوية عن طريق الزوم والواتساب. نمبر 13، virtual meeting may face some problems because of a. الفيرتشوال ميتنج او الاجتماعات الافتراضية ديت على النت برضو موضوع مش سهل، لان في بعض الصعوبات وبعض العقبات كانت بتقابلها، اللي هو مثلا اختلاف او فروق التوقيت بين الدول. يعني احنا لو في مصر دلوقتي مثلا بالليل الساعة 8 او الساعة 10 بالليل، ممكن تكون في بلد تانية الساعة 2 بالليل وفي بلد تانية الساعة 5 صباحا، فصعب ان انت تعمل اجتماع في توقيت يناسب كل الناس في كل الايه في كل الدول. يبقى هنا في السؤال ده بقى بيقول لك ان الفيرتشوال ميتنج او الاجتماعات الافتراضية ديت بتقابل بعض المشاكل زي ايه، زي تايم ديفرنس بتوين كانتريز او فروق التوقيت بين الدول وبعضها. طيب نمبر 14، time difference between countries is a great problem during ايه؟ time difference between countries يعني اختلاف التوقيت بين الدول بيكون مشكلة كبيرة جدا في ايه بقى لما تحب تعمل ايه؟ طبعا لما احب اعمل virtual ايه؟ virtual meeting. السؤال نفس السؤال ولكن ممكن بتسأل بطريقة تانية او طريقة مختلفة. نشوف بقى ليسون 2 الأسئلة اللي موجودة عليه. ليسون 2 ده بعنوان كمبيوتر اكسسوارز او الملحقات جهاز الكمبيوتر، وده بنتكلم فيه في موضوعين اتنين. الموضوع الاول بعض الملحقات او التولز او الاجهزة اللي هي ممكن تضاف
أو تلحق بالكمبيوتر، هي مش أساسية، الكمبيوتر ممكن يشتغل من غيرها، ولكن وجودها بيضيف ميزة أو بيضيف وظيفة معينة ممكن احنا نعملها من خلال الأكسسوارز دي أو الملحقات دي. كمان الجزء الثاني من الدرس بنتكلم فيه عن الوحدات أو وحدات قياس البيانات، إيه هي الميجرينج يونتس اللي احنا بنقيس بيها الديتا أو البيانات اللي بتبقى موجودة على الكمبيوتر. فتعالوا نشوف الأسئلة كده، ولو في حاجة مش واضحة نوضحها واحنا بنحل الأسئلة. نمبر 1، نقط is used to transfer files and data between computer. ايه من الحاجات دي كلها بنستخدمه عشان ننقل الفايل الملفات والديتا بين الايه بين الكمبيوترز وبعض؟ طبعا من دولت هتبقى الفلاش ميموري، بننقل بيها اي حاجة من كمبيوتر لكمبيوتر تاني. نمبر 2، نقط is the same as a hard disk drive but it runs faster. ايه بقى من الاكسسوارز، كمبيوتر اكسسوارز اللي هو زي الهارد ديسك؟ الهارد ديسك ده اللي بيبقى موجود في الكمبيوتر، وده اللي احنا بنخزن عليه كل الملفات واي بيانات موجودة عندنا على الكمبيوتر بتتخزن على الايه، على الهارد ديسك ده. ففي حاجة كده في الاكسسوارز دي زي الهارد ديسك، ولكنها كمان بتكون اسرع من الهارد ديسك. طبعا ده الاكسترنال هارد ديسك او الايه، او الهارد الخارجي. نمبر 3، نقط is a device that connects computer to the internet via Wi-Fi. يعني ايه الجهاز؟ هنا بيقول لك device، ايه الجهاز اللي بنوصل بيه الكمبيوتر بالانترنت؟ طبعا ده الراوتر هو الديفايس او الجهاز اللي بيوصل الكمبيوتر بالايه؟ بالانترنت. نمبر 4، نقط is a cable that connects a computer or laptop to a router. ايه هو الكابل اللي هو بيوصل الكمبيوتر او اللابتوب بالراوتر؟ طبعا الكابل اللي بيوصل الكمبيوتر بالراوتر هو ده اللي هو الايه، الايثرنت كيبل او كابل الايه، الايثرنت. نمبر 5، نوت از ا كيبل ذات ترانسميت ساوند اند ايمج تو اند فروم ذا اي ديفايسز. يعني ايه هو الكابل اللي بينقل الصوت وبينقل الصوره من والى الاجهزه؟ طبعا على طول ده كابل الاتش دي ام اي. الاتش دي ام اي ده الكابل المسؤول عن نقل الساوند او ممكن يقول لك الاوديو، وكمان الايمج او الفيديو من والى الاجهزه وبعضها، ده كابل ال HDMI. نمبر 6، ايثرنت از بيتر ذان واي فاي كونكشن، ترو اور فولس؟ طبعا ترو. ليه بقى؟ لان كابل الايثرنت او الايثرنت بصفه عامه بتكون اكثر استقرارا واسرع من الايه، من الاتصال عن طريق الواي فاي او الوايرلس بصفه عامه. نمبر 7، نقط is the smallest unit of data on your computer. هنا بقى هنتكلم في الجزء الثاني من الدرس بتاعنا اللي هو الميجرنج يونتس. فبيقول لك ايه هي the smallest unit، اصغر وحدة قياس للبيانات في الكمبيوتر بتاعك بقى؟ طبعا احنا عارفينها من غير كلام، اللي هي الايه، اللي هي البت. نمبر 8، نقط measures the speed of a network or internet connection. يعني ايه من الحاجات دي كلها بيقيس سرعة الشبكة أو سرعة الاتصال بالإنترنت؟ طبعا الميجا بت بير سكند. نمبر 9، نقط measures the number of cycles your CPU carries out. يعني إيه برضو من الوحدات دي اللي بيقيس عدد الدورات أو عدد اللفات اللي بيعملهم السي بي يو اللي موجود في الجهاز عندنا؟ فطبعا هي قلنا ده اللي هو الجيجا هرتز. ما نتلخبطش بقى بين الجيجا هرتز والجيجا بيت بير سكند. عدد الدورات او اللفات اللي بيعملها السي بي يو في الثانيه الواحده ديت اليونت بتاعتها اللي هي ايه، جيجا هرتز. نمبر 10، ذا وورد ابل ريبريزنتس نقط ان ذا كمبيوتر سيستم. كلمه ابل ديت مكونه من كام حرف عندنا؟ مكونه من 5 حروف. طالما ان هي مكونه من 5 حروف، لما بتيجي بقى تتمثل في الكمبيوتر، والحته دي لو مش واضحه ارجعوا للدرس بتاعنا اللي هو ليسون 2 وشوفوا شرح النقطه ديت كويس. كلمه ابل ديت مكونه من 5 حروف، فلما اجي بقى امثلها على الكمبيوتر ما بتتمثلش ب5 حروف، لان الكمبيوتر ما بيفهمش الحروف، ما بيفهمش عربي وما بيفهمش انجلش وما بيفهمش اي لغه من اللغات بتاعتها، ولكن بيفهمها بلغه بتاعته هو. فال5 حروف ده كل حرف بيمثل بحاجه اسمها بايت. فأنا لو عندي كلمة زي أبل كده مكونة من 5 حروف يبقى هي تمثل ب5 بايت. لو عندي كلمة مكونة من 10 حروف تبقى تمثل على الكمبيوتر ب10 بايت،
وهكذا. كل حرف بيمثل بإيه؟ بيمثل ببايت، وخلي بالكم لأن ديت بيجي فيها أسئلة على طول. يبقى إذا the word apple represented إيه؟ by إيه؟ 5 إيه؟ 5 bytes. Number 11, which problem would you use Ethernet cable to solve؟ يعني إيه من المشاكل دي عشان أحلها بستخدم Ethernet cable أو كابل الإيثرنت؟ Can't store file، لو أنا مش قادر أخزن الملفات على الكمبيوتر بستخدم كابل إيثرنت؟ لا طبعا الكلام ده غلط. أبور فيديو كونفرنس كونكشن، لو أنا عندي بعمل فيديو كونفرنس كده أو عندي زي الميتنج يعني كده وعندي الكونكشن أو الاتصال بيكون ضعيف فيه مشكلة أستخدم كابل الإيثرنت؟ طبعا هي ديت الإجابة الصح إيه بتاعتي. Number 12, which one represents the correct arrangement of the measuring units of a computer from the biggest to the smallest؟ يعني بيقول لي أني واحدة من دول ترتيب الميجرنج يونتس فيها الترتيب الصح يعني من الكبير للصغير، from the biggest to the ايه to the smallest. فلو جينا شفنا تيرا بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، لا طبعا غلط، لأن أكبر حاجة عندنا هي ايه او احنا عارفينها يعني دلوقتي او موجودة عندنا في الليسون بتاعنا اللي هي التيرا بايت، الأصغر منها جيجا بايت، وبعد كده الأصغر منها ميجا بايت، وبعد الميجا بايت الأصغر كيلو بايت، وبعد كده الأصغر اللي هي البايت اللي هي بتمثل حرف واحد زي قلنا من شوية، يبقى دي غلط. طيب البايت كيلو بايت ميجا بايت، لا طبعا غلط. سي ميجا بايت، دي أكبر من الكيلو بايت، والكيلو بايت أكبر من البايت، يبقى هي ديت الإجابة الصح. في النقطة دي وأنا بشرح الدرس قلت لكم أنا عايزكم هنا تعرفوا حاجة، تعرفوا ترتيب اليونتس دي كويس، وكل يونت بتبقى أكبر من اليونت اللي تحتها ب 1024. فأنا مش عايزك تحفظ، هتلاقي في الدرس كده أرقام كتير وبتاع، لا هي بس أنت هتعرف ترتيب اليونتس دي كلها، وهتعرف ان كل يونتس بتبقى اكبر من اللي تحتها بايه؟ ب 1024. يعني الميجا بايت ايكوال 1024 كيلو بايت، والكيلو بايت ايكوال 1024 ايه بايت، وهكذا من التيرا بايت والجيجا بايت والميجا بايت والكيلو بايت لحد الايه ما نوصل للبايت. ليسون 3 بيتكلم عن الكمبيوتر نتورك وانواعها المختلفه، واخر الدرس بيتكلم عن التطور التاريخي للتكنولوجي لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فتعالوا نشوف كده الاسئله. نمبر 1، نقط كونكت ذا كمبيوتر توجذر تو شير امبورتنت انفورميشن، يعني ايه من الحاجات دي كلها بيوصل الكمبيوترز او الاجهزه الكمبيوتر مع بعض عشان نشير المعلومات او عشان نشارك المعلومات المهمه؟ هل هي الكمبيوتر اكسسوارز ولا الكمبيوتر نتورك ولا الكمبيوتر هاردوير؟ طبعا هي الكمبيوتر نتورك، لان الهدف من ان احنا نعمل نتورك او نعمل شبكة كمبيوتر ان احنا نشير الانفورميشن او نشير المعلومات بين الاجهزة وبعضها او بين الناس وبعضها. طيب نمبر 2، نقط consist of a computer connected to a printer or a router، يعني ايه من الحاجات دي كلها بيتكون من كمبيوتر متصل مع جهاز برينتر او جهاز راوتر؟ طبعا هنا الاختيار هي اللان. اللان هنا هي شبكة لوكال اريا نتورك او شبكة صغيرة، بعكس شبكة الايه بعكس شبكة الانترنت، فهي بتتكون من اجهزة محدودة، ممكن كمبيوتر او اتنين مع برينتر او مع راوتر، بس بشرط ان الراوتر ده ما يكونش واصل بالانترنت، ما يكونش كونكتد بالانترنت. لو الراوتر ده كونكتد بالانترنت كده مش بتتكلم في لان ولكن بتتكلم في الايه في انترنت. فهنا واضح من السؤال ان دي شبكه صغيره فيها كمبيوتر وبرينتر وراوتر، فطبعا الشبكه الصغيره ديت اللي هي الايه اللي هي اللان. نمبر 3، راوتر از كونسيدرد ان نقط، الراوتر ده يعتبر ايه؟ في ماس براوزر زي الكروم او المايكروسوفت ايدج اللي احنا بندخل منه على النت، او انتي فايروس، ولا جيت واي؟ طبعا الراوتر ده احنا قلنا ان هو ايه جيت واي او البوابة اللي بتدخلنا على الانترنت، ما نعرفش ندخل على النت من غير ايه من غير وجود راوتر. نمبر 4، نقط is a network that connects computer from all around the world، يعني ايه هي الشبكة اللي بتوصل اجهزة الكمبيوتر from all around the world، يعني حول العالم من جميع انحاء العالم. طبعا طالما قال لك from all around the world فنعرف ان هو بيتكلم عن الايه عن الانترنت.
نمبر 5 نقط is a device that connects your computer to an ISP. ايه الديفايس بقى والجهاز اللي بيوصل الكمبيوتر بتاعك بالISP؟ الISP قلنا ان هي اللي هي مزود خدمة الانترنت، الشركة اللي بتدينا الانترنت زي شركة وي كده مثلا. فده طبعا هو الراوتر. الراوتر ديفايس، جهاز بيوصل لنا الكمبيوتر بتاعنا بالايه؟ بالISP. نمبر 6 نقط is private and restricted to only those that are part of business, schools or organization. يعني ايه هي من الحاجات دي كلها؟ بتكون عبارة عن شبكة محدودة خاصة، برايفت حاجة خاصة، وريستريكتد محدودة مش مفتوحة لكل الناس، وبتكون مثلا خاصة بشركة او بالمدرسة او بمدرسة او بمؤسسة او منظمة معينة. طبعا هنا بيتكلم عن الانترانت، في فرق بين الانترنت والانترانت، نخلي بالنا ونخلي بالنا من الحروف عشان ما نقراهاش غلط فنختار اختيار غلط. الانترانت الكيورد بتاعتها لما يقول لك ان هي برايفت او ريستريكتد ايه نتورك، طالما شفت كلمة برايفت او ريستريكتد نتورك يبقى دي على طول انترانت، لان هي بتكون شبكة محدودة مش اي حد يقدر يدخل عليها من بره، بتكون خاصة بشركة معينة، مجموعة من الناس الموظفين او الافراد اللي هم شغالين في الشركة او في المدرسة دي او في المنظمة دي هم بس اللي يقدروا يدخلوا على الانترانت دي، انما اي حد تاني ما يقدرش ان هو يدخل عليه. بعكس طبعا الانترنت مفتوحة لكل الناس من اي مكان في العالم يقدر ان هو يدخل على الانترنت. نمبر 7 نوت از ا بارت اوف ذا انترنت نتورك ميد اب اوف ويب بيجز اند سايت، يعني هي جزء من شبكة الانترنت ولكن بتتكون من ايه؟ ويب بيجز اند سايت. برضو دي كي وورد، ايه هي اللي بتتكون من ويب بيج، صفحات الويب يعني والمواقع الانترنت ديت اللي هي الورلد وايد ويب او ال www. نمبر 8 A school's computer lab is an example of ايه؟ طبعا المعمل المدرسة او اللاب اللي بيبقى موجود في المدرسة ده اللي بيتكون من مجموعة من الكمبيوترز كده مقفولة على بعضها ومتوصلة غالبا بكابل ايثرنت مع بعضها، محدش يقدر يدخل عليها من بره، فده نوع من انواع الكلوزد نتورك او الشبكات المغلقة او المقفولة على نفسها. نمبر 9 A gateway is a gate used to connect a computer to the internet. الجيتوي ده هو عبارة عن بوابة بتوصل الكمبيوتر بتاعك بالإنترنت. طبعا ده كلام مظبوط، كلام صح، وإكزامبل عليها اللي هو إيه؟ اللي هو الراوتر. برافو عليكم. نمبر 10 نقط is available for free to all Egyptians registered on site. إيه من الحاجات دي كلها بيكون متاح بصورة مجانية for free لكل المصريين اللي هم مشتركين في الإيه؟ في الموقع ده، طبعا اللي هو Egyptian Knowledge Bank أو بنك المعرفة المصري. نمبر 11 نقط allow the phone and the internet to be used simultaneously، يعني ان هو ايه من الحاجات دي كلها بيسمح لنا ان احنا نستخدم الفون، التليفون والانترنت مع بعض في نفس الوقت. قلنا قبل كده وبابا وماما اكيد فاكرين حاجة زي دي، زمان كنا بندخل على الانترنت عن طريق خط التليفون وده كنا بنسميه دايال اب، وده لما كنت تدخل على الانترنت ما كنتش تقدر تستخدم خط التليفون وما كانش ينفع ان حد يتصل بيك او انت تتصل بحد وانت موجود على الانترنت. ولكن بعد كده حصل فيه تطور وبقى فيه حاجة اسمها الدي اس ال، وده سمح بسرعة اكبر في الدخول على الانترنت من ناحية، ومن الناحية التانية ان كنت تقدر تستخدم خط التليفون والانترنت في نفس الوقت، يعني تقدر تدخل على الانترنت وتقدر تعمل مكالمة تليفون، وده زي دلوقتي احنا كلنا عندنا الدي اس ال وبندخل عن طريق الدي اس ال ونقدر ان احنا نستخدم خط التليفون وندخل على الانترنت في نفس الوقت. يبقى الاجابة هنا هتبقى بي، ديجيتال سبسكرايبر لاين او الدي اس ال. نمبر 12 نقط allows you to access the internet anywhere. هنا طبعا الاجابه هي الهوت سبوت. الهوت سبوت ده دي حاجه بتخليني ان انا اكسس او ان انا ادخل على الانترنت